حبايبي جريد فور، تعالوا نتعلم النهارده اربع كلمات، فور ووردز. طب احنا بناخد ايه حبيبي؟ احنا هنقول ان شاء الله كلمه بوينت، لاين، لاين سيجمنت، ري. في حاجات تانية بس خلينا نمشي واحده واحده. يبقى دلوقتي انا عايز اعرف وات از ذا ديفرنس، ايه الفرق، ايه الفرق بين بوينت، لاين، لاين سيجمنت، ري. بص كده، تعالوا نلعب شويه. لو انا عملت كده بس اهو، انا عملت ايه؟ بوينت. حلو خالص، بس يا مستر دي بوينت. اسمع بقى حبيبي، لو انا رحت جبت رولر عشان اعرف اللينث، البوينت ليها لينث؟ لا لا لا. يبقى البوينت هاز نو لينث، ما عندهاش يا مستر لينث. في مشكله؟ بس كده. اقول تاني اسم. حاضر حبيبتي، المستر عمل كده. هل دي زي لما اعمل كده؟ لا. طب هل دي زي ما اعمل كده؟ لا. طب هل دي زي ما اعمل كده؟ لا. شكرا. انا معايا مجموعه بويز، ده عنده اسم وده اسم وده اسم وده اسم. الراجل ده لو انا عندي بيبي عنده شهر وسالتك عنده كام سنه، ينفع تقول لي عنده سنه؟ لا. شكرا. دي ايه؟ بوينت. ينفع اجيب الرولر واقيسها واقول لك كام سنتيمتر؟ لا. فالبوينت ما عندهاش لينث، بس خلاص. تاني؟ لا تاني. احنا هناخد الحاجات دي بس، كل واحد من دول هاز نيم، عنده اسم، عنده وظيفه، عنده حاجه. دي لوحدها يا عيني غلبانه، دي بوينت. يا ست يا بوينت، اقدر اجيب الرولر واقيسك عشان اعرف كام سنتيمتر؟ ما اقولش بقى نو، هقول هاز نو لينث، بس كده. اقول له اه. خد دي كمان، البوينت يحطوا لها 1 لتر فتتقل A B C D، بس كده. زي الراجل ده قلم، خلاص. في مشكله؟ اقول تاني، باي باي يا بوينت. قال لي اسمع بقى، لو انا جيت بص معايا اللي جايه دي، عملت كده وكده، انت بتعمل ايه يا مستر؟ لا انا عملت بوينتس، بدل البوينت الواحده عملت بوينتس. لو جيت عملت جوين ما بينهم، ادوني بقى فيجر جديد، شكل جديد. ايه هي؟ قال لي اسمع بقى، ينفع الغلبانه دي اجيب الرولر واقيسها؟ قال لي اه. قال لي دي عندها هنا ستارت تو اند، او ممكن ناس تقول اتنين اند، والحاجه اللي ليها ستارت تو اند، بدايه ونهايه، ينفع اقيسها؟ فالراجل ده الشكل ده نقول عليه لاين سيجمنت، نقول عليه لاين سيجمنت. واللاين سيجمنت اقدر اقيسها؟ اقول له اه، يبقى عندها لينث. قال لي اسمع كمان، الغلبانه دي عندها دي ممكن اقول عليها ستارت، اسميها ايه؟ عندها اند، اسميها بي. وتاخد شكلها تبقى اي بي، وتاخد فوق منها حته لاين صغير. يبقى اللاين سيجمنت عندها ستارت وعندها اند، والحاجه اللي عندها ستارت وعندها اند يبقى عندها لينث. في مشكله؟ وتبقى تو ليترز، اقراها تو ليترز، اي بي. طب ممكن يا مستر اقراها بي اي؟ قال لي اه ينفع تقراها من البي، صح تقراها من الاي. حد عنده سؤال؟ طب اقول تاني البوينت يا مستر هاز نو لينس، البوينت 1 ليتر. لو خدت بقى جروب اوف بوينتس وصلتهم يدوني لاين سيجمنت. في مشكلة؟ تعالى كده بقى نشوف الراجل ده بيقول لك اهو. اطلع يا حاج. حبيبي احنا جيومتري. اسمع بقى، اسمع عشان ما تضيعش وقت. لما انا ارسم الرسمة الجميلة دي،
ينفع اقول بوينت؟ لا. شكرا. لكن دي لوحدها لو انا حطيت لتر هنا اكس يبقى دي بوينت اكس بوينت واي. يا مستر دي ينفع اجيب الرولر واقيسها؟ اه. شكرا يبقى عندها لينث. طب ودي هنسميها؟ شكرا. في حد يقول اكس واي اقول له صح، حد تاني يقول واي اكس برضه صح. حد عنده سؤال؟ متأكدين؟ طب تعالى يلا هنلعب في حاجة تاني عشان أعرفك النهاردة أسامي. بص بقى، هقسم كده وناخد لون تاني. قال لي لو عملت كده إيه ده يا مستر؟ قال لي ده اسمه أرو. سهل. ده إيه؟ أرو. الأرو ده معناه إنه نو ليميت، ملوش حدود. ده نو انفينيتي، بيفضل كده ممتد. فالراجل ده اللي يبقى عنده أرو، اللي يبقى عنده واحد بس أرو، ده نسميه ري. دي ما عندهاش أرو، دي لاين سيجما. ده عنده وان أرو نسميه ري. ري. لكن الري ده عنده ستارت، عنده ايه؟ ستارت. سؤال بقى، الحاجة اللي تبقى هاز نو اند، طالما في ارو، طالما في ارو يبقى ده هاز نو اند، ملوش نهاية. الحاجة اللي ملهاش نهاية تعرف تجيب الرولر وتقيسها؟ لا. لا، يبقى الراجل ده ما اقدرش اقيسه، هاز نو لينث. في مشكلة؟ نقول تاني؟ نقول تاني. بص معايا، خد ودي معايا عشان درس النهاردة أنا عايزك تمشي تبقى أنت فاهمه من هنا. يلا كده مع بعض. ها، إيه البتاعة دي يا مستر؟ أرو. أرو. والحاجة اللي ليها أرو، أرو، يبقى دي بص كده عندها إنداية واحدة اللي هي الإكس، ستارت واحدة. وطالما عنده أرو يبقى هاز نو لينث، في مشكلة؟ وطالما عنده وان ارو انت اسمك ايه؟ ري. طب يا مستر فيما بعد الري ده اقراه ايه؟ قال لي تقراه من بدايته وتشوفه رايح اتجاه مين، لكن الواي دي مش الاند، دي مش الاند، دي بوينت وخلاص. نقول تاني؟ نقول تاني؟ لا. متأكدين؟ لا. نكبر شوية؟ اه. حاضر. بص بقى، لو عملت كده انت ايه؟ ري. بص كده، لو عملت كده ري، لو عملت كده ري. شكرا يا مستر. تعالى نقول حاجه جديده، يبقى الري اقراه تو ليتر، الري عنده ستارت، الري ما عندوش اند. هو ده طريقه المذاكره. اقول تاني؟ طب نقول مع بعض. الري ها عنده ستارت؟ اه. هاز ستارت بوينت. عنده اند؟ لا. يبقى نو اند. عنده لينث؟ لا. يبقى نو لينث. اقول تاني؟ اقول تاني. طب يلا كده نلعب لعبه جديده، احنا خلاص قربنا. بص بقى، ايه ده بقى؟ ها حبايبي خد ودي معايا والنبي ما تنام. الراجل ده عنده اتنين ارو، الراجل ده عنده اتنين ارو، عنده ارو من الرايت وارو من الليفت. الحاجة اللي تبقى عندها ارو ينفع اجيب المسطرة واقيسها؟ طب الحاجة اللي تبقى عندها ارو، بص بقى، يبقى ده نو ستارت، ما عندوش بداية. نو اند، ما عندوش نهاية. وحاجة نو ستارت ونو اند يبقى نو لينث. والحاجة دي لما يبقى عندها اتنين ارو اقول عليه ستريت لاين. اقول تاني؟ لا. متأكد؟ اه. نقول تاني؟ الراجل ده ممكن يبقى عنده بوينت هنا ايه؟ هنا بي. حاضر، اقراه اي بي بس احط عليه السيمبل بتاعه.
السيمبول يعني الرمز بتاعه. نقول تاني؟ طب نقول تاني، اسمع بس ما تقولش لا. يلا عايز النيم. ها ها طيب نشوف حد غيرها، حد غيرها ما يكونش جاوب خالص. حسن ري. ايه ري؟ ما فيش حاجه اسمها ري يا حسن. ها قول يا رماس. طيب انا مش سامع. ها لاين. حلو لاين برضو لا. ها طيب هو انا بسمعته. تمارا ايه؟ طيب نسمع بقى. قولي حبيبتي. ري ري لا شكرا مرتاش. بصوا بقى اسمع. طيب اول حاجه مفيش حاجه اسمها راي. الراجل ده ما عندوش ارض، يبقى انت سيجمنت لاين سيجمنت. اوكي اقول تاني. طب يلا الراجل ده، الراجل ده، الراجل ده نسميه ايه؟ طب سلمى ري. اسمه ايه؟ ري. اوريك شكل الاسئله دلوقتي. يلا ري. محدش جاوب بدون اذن، محدش جاوب بدون اذن. ها يا عمر ري. طيب حاضر. ها ري. طيب حاضر. ها جايده. طيب حاضر استني حبيبتي. ها تمارا ايه؟ لاين. ستريت لاين. معلم ما هو دي هتاخد برضه كلمه لاين. لاين سيجمنت وده اميزه ستريت لاين. طب نقولها تاني؟ نقول تاني حبايبي؟ عايزك تروح تعمل كده تشخبط، تعمل كده. واحده عندها ارو، واحده عندها اتنين ارو. اتنين ارو انت ستريت لاين، ما عندوش انت اللاين سيجمنت. انت عندك واحده انت ري. اقول تاني؟ اقول تاني؟ حبايبي جريد فور عايزين دلوقتي نتعلم ثلاث كلمات. بمعنى انا همسك قلمين، قلمين اهو، كل قلم من دول هياخد شكل ستريت لاين. التو ستريت لاينز دول هياخدوا ثلاث اشكال. ممكن الاقيهم عاملين زي الايكوال، ممكن الاقيهم عاملين زي علامه التايمز، ممكن الاقيهم زي علامه البلس. عايزين نحفظ دول كده. تاني انا معايا ايه؟ تو ستريت لاين اهم، ممكن يبقوا عاملين ايكوال، ممكن يبقوا عاملين، ممكن يبقوا عاملين بلس. التلاته دول كل واحد منهم له اسم، هو ده اللي انت عايزك تعرفه. الاثنين دول نقول عليهم بارالل. لا حبيبي اصبر عليا. بارالل. 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 في مشكلة؟ اسمع بقى. الاثنين اللي عاملين تايمز، نقول عليهم انترسكشن أو انترسكتنج. صغرها. عايز أصغرها. انتر انتر عارفينها. وسكتنج أهي. اي ان جي. في مشكله؟ الاثنين دول نيفر انترسكت، عمرهم ما يتقابلوا. نيفر انترسكت. دول انترسكتنج. تعالى بقى لدول. دول عاملين زي البلس. هنقول عليهم بص بقى كلمه جديده. بير بين ديكولار. دي كلها كلمه وعايزك تحفظها زي ما انا بقول كده. بص كده. بير بين ديكولار.
لازم الكلمه دي تحفظها كلها فلازم تقطعها. ها بين ده لتر ان ديكولر. يبقى ايه الثلاث كلمات اللي عايزين نحفظهم؟ بارالل بارالل. تمسك قلمين وتلعب بارالل انترسكتنج انترسكشن. قولها زي ما انت عايز. انترسكتنج اخر حاجه حبيبي لما يعملوا لي بلس بيرپنديكولار. في مشكله؟ طب تعالى بقى يلا كده نشوف الكلام ده هنا. بص معايا يا حبيبي انزل اهو. شايف الاشكال دي عاملين زي الايكوال؟ لا ايكوال كده ايكوال كده قاعدين هم نايمهم. ايوه فنقول عليهم ايه؟ بارالل. شكرا. البارالل دول حبيبي دايما عمرهم ما يتقابلوا فنقول نيفر 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 انترسكت او نيفر كروس. في مشكله؟ في مشكله؟ حبيبي اهدى عليك. النوع الثاني دول عاملين اكس فنقول انترسكتنج. في مشكله؟ اخر حاجه حبيبي اللي عاملين لي زي علامه البلس نقول عليهم بير بين ديكولار. بير بين ديكولار. وزي ما قلنا في الاول ان اي ستريت لاين بقراه تو ليترز. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ البيربنديكولار بيعملوا انترسكت اهو بيتقابلوا لكن البارالل لا. طيب يا مستر عايزين نطبق على الكلام. هنطبق على الكلام اللي قلناه اللي هو لاين ري ستريت لاين. هنطبق على تو ستريت لاين بارالل. هنطبق على تو ستريت لاين انترسكتنج. هنطبق على تو ستريت لاين بيربنديكولار. الحمد لله انا كفلتكم كلكم. استاذنك يا ريهام اعدلي نفسك. طيب تعالوا حبايبي كده هنمشي واحده واحده ونشوف الكلام دوت. ممكن نسمع حبايبي؟ خساره الدرس ده سهل بس محتاج تكرار كتير. هو مديني فيجر بالشكل ده، يا ترى ده مين في دول؟ يا مستر احنا مش شايفين. صح حبيبي انت مش شايف، فوق الورقة هتبقى شايف. بص بقى معايا هنكبر عشان نشوف كلنا. كده بدأنا نشوف كلنا؟ اه. ولا نكبر تاني؟ لا كده شفنا. بص حبيبي بص حبيبي، لا انتوا جاوبتوا خلاص وانا كافئتكم. نسمع بقى. ده عنده اتنين ارو، بتدور على واحد هنا عنده تو اروز، تبقى نمبر دي. مفيش وقت، ما ينفعش اضيعه، الموضوع سهل. اسمع حبيبي تاني، الفيجر ده مين في دول؟ يا مستر ده عنده اتنين ارو، اخد اللي فوقيه اتنين ارو. لو كان وان ارو اخد اللي وان ارو، لو ما كانش عنده خالص تاخد اللاين. افهم عشان لما تروح تعرف تحل. حاضر حبيبتي حبيبتي، ابوس ايدك اسمعي الكلام. نبص على حاجه ثانيه. الراجل ده مديني الشكل ده. دي بوينت؟ لا. انجل؟ لا، احنا لسه هناخد انجل. لاين؟ ايوه يا مستر انت لاين. حبيبتي انا جاوبت لك وصححت، انا دلوقتي براجع الامتحان. يبقى بعد اذنكم نسمع الكلام. نسمع بابا، هنروح الناحية التانية يلا بسرعة علشان نكمل بقية الكويز اللي أنا كنت مديه لزمايلكم. للمرة التانية، الراجل ده عنده آر واحد بس، يبقى أنت مش لاين، أنت ري. حبيبي عايزك تتعود لما تيجي تجاوب بلاش تعمل سيركل، بلاش تعمل مربعات، أندر لاين؟ أيوه. عشان لو حبيت بعد كده تراجع ما تمسحش وتقطع الورقة، أندر لاين بس. يا رب نسمع الكلام. تعالوا كده بس نكمل مع بعض عشان الكويز ده أنا بالنسبة لي مهم.
الراجل ده بيقول لي the shape that show ray. يا ترى مين في دور ري؟ الري يا مستر بيبقى عنده وان ارو، يبقى انت كل مره بتفكر نفسك الري عنده وان ارو، يبقى ده لا لا اهو يا مستر. سواء عملت علامه ترو او عملت اندرلاين. بسرعه عايزين نشوف بقيه الاسئله. انت علمتني النهارده ثلاث اشكال، لو كانوا عاملين زي الايكوال بارلل، لو كانوا زي لتر اكس انترسيكتنج. لا ده يا مستر عنده حاجه اسمها سكوير كورنر، وده يا مستر عامل زي البلس، يبقى انت بيربنديكولار. وانت بتحل قرر اشرح فكر نفسك ايه الفرق بين الثلاث اشكال. درس النهارده تكرار لان اسمه ديفينيشن. انا بتلخبط بين كنوز ورهان ولخبط الاسامي، لكن لو ركزت مش هغلط. فانا لازم اعرف الفرق بين الثلاث اشكال. تعالى كده مع بعض بسرعه ونكمل. الله، دول يا حبيبي دول زي دول. زي دول ايكوال يا مستر، بس ممكن يلفوا، ايه المشكله؟ يبقى دول اسمهم ايه؟ انا كافئتكم كلكم، احنا دلوقتي بنحاول نراجع عشان كل مرة هيبقى عندي كويس. بيقول لي which of the following يعملوا parallel. بص حبيبي بقى، بص يا حبيبي، انا براجع عشان خاطر حضرتك. هل دول يعملوا parallel؟ اقول له لا. لا ليه يا مستر؟ قال لي عشان لو عملت ده امتداد مديته مش هيدوني parallel، مش هيدوني equal. دول برضو لو انا مديتهم مش هيدوني equal. بص كده، ده لو اتمد عملت extension، وده عملت اكستنشن عملوا انترسكت، يبقى ده لا وده لا. برضه لو انا عملت اكستنشن وعملت اكستنشن هيعملوا انترسكت، يبقى ده. فانا بفهم مش بحفظ ولا بختار بمزاجي. طيب تعالوا نكمل بقيه الافكار. حصه النهارده كلها كانت ديفينيشن، ازاي افرق بين الاشكال. الراجل ده بيقول لي انا عاوز تو بيربنديكولار. استنى، بيربنديكولار يعني بلس، ده مش بلس مش بلس مش بلس بس. كرر يا حبيبي واشرح، مش يلا بحل وبس. بص بقى هنا، السؤال ده حلو قوي، بس انا عارف ان انتوا ممكن تتلخبطوا شويه. شايف بيقول لك ايه؟ بير، بير يعني اتنين، يعني زوج. بارالل لاين سيجمنت، البارل الحبيبي اهو، وبيبقى عليهم السيمبل ده، فدي اول مره تتكرر. طب يا مستر مين في دول؟ هل ينفع جي اتش مع الراجل ده؟ لا. شكرا، ما ادانيش عليهم العلامه بتاعت البارل. طب الراجل ده اسمه ايه؟ اسمه جي جي، وده اتش اي. مين بقى موجود عندي؟ بص هنا مدي بيضحك عليك ويحط لك ري، ما ينفعش ري، ما ينفعش، مش عايز ري. وهنا في ري، يبقى انت تخرج بره اللعبه عشان ري، وانت تخرج عشان ري، وانت تخرج عشان ري. هو قال لي لاين سيجمنت، انا بحل بفهم مش يلا بختار بمزاجي. تعالى كده نشوف ذا لاست وان. الراجل ده، الراجل ده عنده وان ارو، يبقى انت تاخد الشكل بتاعه. ده ما عندوش ارو، ده عنده اتنين، ده عنده اتنين. ادي حبيبي الكويز اللي احنا